كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك. يتبع الصائمون خلال أيام رمضان نظاماً غذائياً يختلف في التوقيت والنوعية عنه في الأيام الأخرى لمدة شهر كامل، وقد يؤدي تغيير هذا النظام الغذائي بعد شهر رمضان إلى مشاكل في المعدة وغيرها. لذلك ننصح بالآتي: التدرج في تعويد المعدة على استقبال الطعام والبدء بكميات قليلة وتصغير حجم الوجبة، عدم الإفراط في تناول الحلويات في صباح يوم العيد لأنها عالية جدا في محتواها من الدهون والسكريات وقد تؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي، تجنب شرب الشاي والقهوة على معدة خاوية لأنها من الممكن أن تؤدي إلى اضطراب والتهاب المريء والمعدة، تجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة، الحرص على تطبيق قواعد سلامة الأغذية باختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها وعدم شراء وجبات جاهزة من مصادر غير معروفة، ودمتم بعافية.